أول فريق مشرفنا في الاستوديو أصحابنا الإعلاميين وما عندهمش اختيار غير الفوز. لعب كلنا فريق حورس. الماتش ده بالنسبة لنا يعتبر أهم ماتش في المرحلة دي، يعني لأنه إحنا ما كسبناش ولا ماتش، المفروض إن إحنا نفوز في الماتش ده، والمفروض إن إحنا سكور بتاعنا يكون كمان عالي علشان نتأهل يعني المرحلة اللي جاية. أنا النهاردة طبعاً متوتر، إحنا فريقنا هيلعب أهم ماتش في الدور الأول، دور المجموعات. خسرنا المباراتين اللي فاتوا بفروق بسيطة، الفريق بيجتهد بيذاكر، قدامنا فرصة كبيرة ومهمة إن إحنا نحقق الفوز النهاردة ونعدي. أنا اللي هنزل فقرة تحت الضغط، مسؤولية كبيرة عليا النهاردة، هم حملوني المسؤولية دي. حاولت إن أنا أجمع أكبر قدر من المعلومات وحاول ما توترش، حس إن أنا أقدر أجاوب على أكبر قدر من الأسئلة. النهاردة نقطة قوة إن إحنا قسمنا المجالات ما بيننا، اللي كان ماسك مجالات المرة اللي فاتت واللي قبلها بدلها مع صديق ليه عشان تبقى الإجابات ما بيننا بالمشورة. فريق حورس الحمد لله على السلامة. أحمد وإيمان، إيمان وأحمد رجعتونا تاني، غبتوا الماتش اللي فات، فرقتوا مع الفريق، حق اتقال يعني، رجعتوا تاني والنهاردة ما عندكوش اختيار، يا تلات نقط وأكتر من 125 نقطة يا تودعوا البطولة. مزبوط. يعني مباراة كاس، تخيلي ماتش النهاردة ممكن يتأهل منه تلات فرق. عشان كده أنا بحب جدا دوري المجموعات، بيبقى ممتع، محدش بيبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل. كل ماتش بيتحول الى كاس. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. نبيل، ازيك يا نبيل؟ الحمد لله بخير. ياسمين ونبيل، نبيل وياسمين، اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ كله كويس. استعديتوا؟ طبعا الحمد لله. طبعا طبعا. ماشي، النهارده فرصتكم، يا اما اخر يوم في التجربه يا اما هيبقى فيه فرصه وهتلعبوا في دور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لفريق حورس.